اخباركم يا حلوين؟ وحشتوني. يلا مضى وحشتوني، حس من زمان ما قرقرت على روسك. الان لما تستشعر قيمه العلم اللي جالس تسويه والاختبارات والضغط، تتذكر النتيجه اللي بتوصل لها وانه انت بتصير انسان له قيمه تشتغل. طبعا العلم ترى مو بس جامعه، العلم من كل مكان تقدر تتعلم، من البيت، من الانترنت، من القراءه، من الدورات، من المعاهد، من أهلك، من اللي أحسن منك، من أصحاب الخبرة. العلم عمره ما اقتصر على مكان واحد، من أي شيء تقدر تتعلم، أوكي؟ حتى من الترفيه تقدر تتعلم، حتى من وقت في الحياة تتعلم. فدائما إحنا نتعلم وراح نستمر في التعلم لأجل أنفسنا، نطورها، نبنيها، لأجل المجتمع، لأجل العالم، لأجل الكون، لأجل الوطن، لأجل كل شيء، لأنه ربي خلقنا بهذه الطريقة نعمل. ما في شيء بدون فائدة، حتى الحيوانات والجمادات والنباتات تعمل وتنتج ومنها فائدة. فدائما فكر بالقيمة اللي انت بغى تصنعها لنفسك. قيمتك لنفسك هي قدر ما تنتج وتعطي وتعمل. يوم بالصدفة قرأت جملة، الجملة هذه مكتوبة في الرؤية. طيب لما قرأتها اول شيء انبسطت، الشيء الثاني احس اهلا في زينك، الشيء الثاني هذا الجملة أحس ضروري كل واحد مننا يحطها قدام عينه، أوكي؟ ويستشعر فيها ويتأثر فيها ويسعى لها. هذه الجملة تقول نتعلم لنعمل، نتعلم لنعمل. لما إحنا نعمل جانسيل نصنع قيمة، نتعلم علشان نشتغل ونعمل ونبني ونصنع شيء. يا جماعة سناباتي نزلت متلخبطة، فما أتوقع أنكم حتفهمون السالفة، بس إن شاء الله أن توصل. إيش الحلوة هذه؟ هم فيك يا جميلة انتي. ايش الحلوة هذه؟ ايش الحلوة هذه؟